تعد بورصة المال والأعمال مرآة للحركية الاقتصادية. اليوم بورصة الجزائر التي كانت شبه غائبة تكشف عن حجم هذا النمو الاقتصادي، فبعدما سجلت أكبر الارتفاعات المحققة على صعيد المؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية، ها هي تسجل رقما آخر في حجم التداولات خلال شهر جوان الماضي بنسبة قدرت ب 187% مقارنة بشهر ماي الفارط. يأتي هذا في وقت أعلنت شركات كبرى رغبتها في دخول البورصة. شهدت في شهر جوان 2023 ساحة بورصة الجزائر انتعاشا ملحوظا، بحيث أنه سجلنا زيادة في القيمة المتداولة التي تفوق أكثر من 180% مقارنة بما كانت عليه في شهر ماي 2023، وهذا الارتفاع المحسوس يعود أساساً إلى نشاط المستثمرين وإقبالهم على أسهم يعني تعطي مردودية معتبرة قد لا يجدونها على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. في سياق آخر، بورصة المناولة تعرف تطوراً كبيراً، حيث وضعت برنامجاً لمرافقة شركات المناولة وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير النسيج الصناعي. حقيقة يعني في هذه السنة الحمد لله شفنا نهوض يعني في الصناعة الجزائرية، وذلك بعد التوجيهات اللي قام بها رئيس الجمهورية في إطار جلسات الصناعة. كان طلب من رئيس الجمهورية باش يكون حصة الصناعة من الدخل الناتج العام الجزائري باش تكون حصة الصناعة 15%، وعلى ذلك يعني عدة إجراءات قمنا بها. بورصة المناولة أخذت يعني بزمام الأمور يعني كل ما يتعلق بمساندة المناولين والصناعيين في هذا المجال. قمنا باتصالات مع كل دونر دورد يعني أصحاب القرارات وأصحاب المشاريع الكبرى باش نسهلوا دخول الشركات في هذا النطاق. النهوض بالصناعة يكون إلا بالشركات الصغيرة والمتوسطة. في مقابل هذه النجاحات، لا زال أمام بورصة الجزائر الكثير من الخطوات، فعزوف الشركة الوطنية عن الدخول للبورصة شيء معروف، فعدد الشركة المدرجة لا يتجاوز 5 شركات في بلد يضم آلاف الشركة العمومية والخاصة الناجحة في مختلف المجالات، ما يستلزم الكثير من الجهد.